Daily challenges, OP gamers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب كيف الحال طيبين حياكم الله في مقطع جديد طبعا اليوم راح نتكلم عن التحديات اليومية كالعادة والتحديات اليوم تقريبا تعتبر متوسطة المهم التحدي الاول لازم نجيب غزال اللي هو النوعية اللي يسموها الك هذا متواجد في منطقة بلاك ووتر هذه الاماكن اللي موجود فيها هذا الغزال بكميات كبيرة خاصة أول الصباح تجي هذا المكان راح تحصل هذا الغزال والمطلوب تصيد ثلاثة منه نشوف إذا في معلومات عنه يقول لك إنه في جميع الأوقات هذا الحيوان متوفر طبعا المناطق الثانية كذلك متوفرة بكثرة في جبال اللي هي جبال إليزابيث بالقرب من ستروبري كذلك متواجد في فالنتاين في المناطق الجبلية كذلك. أو المناطق المرتفعة كذلك المنطقة منطقة نيسبرج متوفر بكميات مأهولة كذلك فلا تقلق راح تحصل الغاز على هذا بكميات كبيرة جدا شوف هذا النقطة هي أعتقد مميزة ليش ما أدري آه يمكن هنا في واحد موجود <applause> ننتقل إلى المهمة الثانية المهمة الثانية لازم تروح تعدل على الخيار اللي هو فاشل الخيار العجل. يعني تعدل اللحية أو الشنب أو تعمل ميك إذا كان الشخصية شخصية بنت لمرة واحدة في محل الحلاقة أو الصالون كذلك التحدي الثالث لازم تقفز من حصان إلى عربة والعربة لازم تكون تتحرك من مكانها يعني التحدي الرابع لازم تقضي على خمس لاعبين أعداء انميز يعني من اللعبة أو مواطنين أقدر أقول أوكي تقضي على خمسة من المواطنين والحل انك تقدر نفس الشيء تعملها مع الاعداء اذا انت داخل مهمة او اوت او ستوري اي اي مهمة بالضبط يكون عندك عدو يعني يريد يلاحقك يريد يقتلك حاول انك انت تدوسه بالحصان ادعس عليه واضح او اصدمه اصدمه بالحصان المطلوب انك تصدم خمسة من اسهل الطرق اذا انك ما تريد تاخر اي واحد امامك يمشي بالحصان اربطه بالحبل اسحبه بعدها ما يطيح اتعصب الحصان تمام تمام هذا التحدي الرابع التحدي الخامس آه، لازم تلعب في مهام الفري ايفنت طبعا هنا في مهمه راح تبدا بعد 18 دقيقه واضح عندي المهم آه، تقضي على ثلاث لاعبين بسلاح البوستل طبعا البوستل هو مجموعه اسلحه اللي هي اسلحه اليد الصغيره هذه تقريبا موجود يمكن ثلاث اسلحه او اربع اسلحه فباستطاعتك تستخدم واحد فيهم وتقضي على ثلاث لاعبين في حدث الفري روم فري روم ايفنت التحدي القبل الاخير التحدي السادس في مهمه في واحد اعتقد اسمه السين ماجوري ما ادري اذا نطقت الاسم بشكل صحيح المهم هذا موجود في بلاك ووتر موجود بالضبط في وين انا هذا وين وين مكانه موجود في بلاك ووتر بالضبط عند البحيره في هذا البيت هذا البيت موجود هذا الشخص لازم تنهي مهمه هذا الشخص في حال ان المهمه ما تشتغل عندك حاول تشوف اصحابك ممكن المهمه عندهم شغاله فتخلصوها كلكم في نفس الوقت المهمه الاخيره لازم توصل الى منطقه اسمها براندي وين او برندوين دروب هذه المنطقة موجودة في انيس بيرج هنا تيجي يعني انيس بيرج تروح المنطقة القبلية اللي عند النهر بالضبط تقريبا اوكي هذه المنطقة لازم تزورها اليوم وكذا تكون انك انت خلصت جميع المهام اليومية كذلك ما ننسى ام نزار موجودة اليوم في منطقة ثيفس لاندينج طبعا المنطقة هذه تحت منطقة بلاك ووتر قبل أن أنهي المقطع حبيت أخبركم إن شاء الله اليوم المساء راح يكون في مقطع فيه صور تسريبات عن لعبة ريد ريد أونلاين الخاص بعيد الحلوين طبعا أنا أسميه بعيد الحلوين لأن يعني إحنا يعني ما نتقيد بهذا الأعياد إن هذه أعياد هذا الجماعة فنحن ما نتقيد فيها فمجرد نحنا نريد نستفيد من هذا التحديث فراح نشرح ال... او استعرض لكم صور فقط اللي راح تكون في هذا اليوم اللي تقريبا يصادف يوم 20 اكتوبر تقريبا او 19 19 اكتوبر تقريبا يعني بعد تقريبا شهر من الان راح يبث اليوم ان شاء الله هذا المقطع واتمنى انكم تستمتعوا برؤيه هذه الصور والحركات اللي انا عملتها في المقطع اللي هي من ناحيه المنتج شكرا لكم على حسن المتابعه لا تنسونا من اللايك والاشتراك مره اخرى واذا لست مشتركا في القناه اشترك واتمنى انك تنشر المقطع مع الاصحاب والاصدقاء للفائده السلام عليكم كان معكم حميد فوكس من قناه اوبي جيمرز حياكم الله